واحد السلام عليكم غزالات ديالي، كيعاملين لاباس عليكم؟ نتمناكم تكونوا على خير وبخير. اليوم معكم فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم نعملوا فيه جوله في ايكيا. جوله اللي شحال بيني وبينه، شحال ما جيت لايكيا وشحال ما عملت لكم جوله فيها. خليكم معايا نشوفوا الجديد ايكيا، ويلا ندخلوا نشوفوا اش كاين. واول حاجه اللي لقيت في الباب هي هاد القريعات هادو اللي معروفين ديال ايكيا، اللي كنعملوا فيهم العطريه ولا كنعملوا فيهم يعني الحاجات هكا صغار، مثلا حب الرشاد ولا جنجلان ولا الحاجات هكا صغارين. يعني كاينه القرعه يعني كل وحده يعني القياس ديالها صغير. وبالنسبه لهاد القراعي هادو فيهم الباك فيه 4، هاد الباك هذا عاملين له جوج ديال الباوند، يعني الثمن مزيون بزاف. بالنسبه لهاد القريعات كيجيو على هاد الشكل هذا كما كتشوفوهم هنايا، ممكن انكم تعملوهم مثلا في الماريو على هاد الشكل، يعني في شي مجار ولا شي حاجه يوقفوا هيدا، اولا كتعملوهم في هادي ديالهم ديجا كتبع هادي خاصه بهم، اولا كتعمل فيها حاجه اخرى، مي هما اغلبيه هادي كتبع ديالهم على هاد الشكل هذا، وكتمونطيها وكتعدلها نتينا في بلاصه ديالها، وكتعمل فيها هاد القريعات كتهز هادي. كنظن انا هنايا نشوفو نجربو، كتهوز ثلاثة أربعة خمسة، كتهوز ستة ديال القريعات هنايا. بالنسبة لهادي الثمن ديالها هو 3.50، يعني القراعي باك فيه 4 بجوج البوند، وهادي 3.50، ثمن مناسب أنك تعمل واحد حاجة منظمة بحال هكا. هادو كويسات جبرتهم على هاد الشكل، شوفو شحال غزالين، كوبات هكا طوالين، كويسات طوال، زويقة ديالهم جات بحال هيدا. وبالنسبة لهادو الثمن ديالهم جوج البوند وخمسين لواحد. وشكون اللي ما كيعرفش الشميعة ديال ايكيا اللي هما رائعين، فيهم ريحة كتعطي غزالة غزالة، غير منين كدوز من حداهم راه كتعطي ريحة فنة. زيد عليها عاد القياس ديالهم والثمن ديالهم اللي هو مناسب بزاف. بالنسبة لهادي ديال الفاني، عندهم ديال الفاني، عندهم الحمراء هادي ديال الراسبيري اللي جات على هاد الشكل هذا، الثمن ديالهم اللي هو بوندا 75. وبالنسبة لهادي راه كدوز مدة طويلة صراحة. كاينين هادو اللي كيعملوا فيهم الشميعات سوبور ديالهم جاوا على حسب بحال هكا، يعني بحال مثلا هما عاملين كيما كنعرفوا حنا ايكيا يعني كيعطيونا امثله الحاجه، اولا كيعطيونا ديزاين الحاجه كيفاش الافكار اللي نقدروا نعملوا بهم هاد الحاجه هادي. مثلا هادي عاملين لها هادو حاطين حداها هادو باش ممكن اننا نعملوهم فيهم. بالنسبه للثمن ديال هذا حتى هو عاملين له بوندا و75، يعني هادي بوندا و75 والشميعه بوندا و75 على هاد الشكل. بالنسبه لهاد الكوزينه بغيت نصورها لكم، المهم وبالنسبه لهاد الكوزينه بغيت نصورها لكم. كاين الناس اللي كيبغيو يديو افكار للكوزينات يعني، وهكا يعني باش كيديو فكره على الحاجه كيفاش مثلا يقدروا يعملوها، بحال مثلا هاد اللوحه اللي معلقين هنايا دايرين تحت منها هادو اللي هنايا باش كيتزوق فيهم. ممكن انكم ما تعملوش هادو، تعملو هنايا المغرفات، تعملو بزاف د الحاجات. كاينه هادي اللي عاملينها هنايا على هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا، شوفوا شكل الكوزينه كيفاش غزال، والقريعات اللي حاطين هنا. يعني فقط غير بالنسبه للافكار كنحاول انني نقرب لكم كل شيء باش تشوفوا كل شيء. هذه ديالو لا قاعده ديالو، شوفوا هاد المجيرات صغارين ولكن ممكن انهم يهزوا بزاف الحاجات الصراحه. شوفوا وهنا كاين البيت ديال المونا، شوفوا اللي ولا دابا يعني مهم بزاف لاي دار، لان كيهز بزاف الحاجات اللي كيبقاو يعني غير مشعترين وعاملين ضجه في الدار. وفكره ديال ان حتى الكراسي بحال هكا يتعلقوا حتى هي فكره مزونه. وهنا دايرين علاقه في نفس البيت ديال المونا باش تعمل فيها هكا السيكان ديال الصخره وديك الشيء، حتى هي فكره مزونه بزاف. شوفوا بالنسبه للبيت ديال المونا يعني ما دايرينش شي حاجه كثيره اولا شي حاجه يعني اللي دات لهم فلوس بزاف، ميم با دايرين غير هاد الحديدات هادو، راهما حديدات وجاو على هاد الشكل، ودايرين هاد الكربات ديالهم اللي هما كيسواو 12 البوند، وهازين بهم بزاف الحاجات. شوفوا هنا مثلا دايرين فيهم قريعات، هنا دايرين فيهم حاجات اخرى، يعني ممكن انك تعمرهم باش ما بغيتي، يعني افكار رائعه بالنسبه للبيت ديال المونا. وهنا عاملين هادي
اللي هي دابا ولات معروفه هاد ايكيا، وهادو ديالها كيتباعوا اشكال وانواع انواع، دابا نوريهم لكم. كاينين مربعين، كاينين هادو لي طوال، شوفوا والقريعات هنايا. حمقني هاد البيت المنى يا ربي شحال غزال. هادو تا هما طويبلات، هادي جات شوفوا على شكل شحال غزال، على شكل شكل الوريقه بحال هكا، ورجيل رجيله ديالها جاوا رقيقين، ومن هنايا جات فيها الذهبي ومخلط فيها الكحل مع القهوي. بالنسبه للثمن 50 الباوند. كاينه هذه اللي جات كحله ومدوره، ومن هنايا فيها الجاجه كما كتشوفوها من هنا، وفيها عاود ثانيه ليطاج ثانيه من تحتي، وعندها من هنايا حتى هي الذهبي، والثمن ديال هذه حتى هي 50 الباوند. وبالنسبه لهادو اللي هما مودرن واللي هما دابا عاملين ضجه فعلا هاد الشكل هذا بزاف، نهضروا اول حاجه على هادي اللي جات بحال هيدا وعندها الرويضات ديالها وجات مربعه. وبالنسبه للون كاينه اللون الاحمر والبيض راه هو. وبالنسبه للثمن باقي ما عرفتش الثمن ديالها، الا عرفتو نقول لكم ان شاء الله. ها هو الثمن ما حشمني شي، 29 الباوند وصحيحه الصراحه. وهادو اللي ديجا قلت لكم عليهم معروفين بزاف. بالنسبه لهادي يعني كل مره كيحطوا الوان جدادين، هادو ما كيبقاوش في لون واحد، اول لون كان هو الابيض زادوا عليه الكحل، ودابا بداو كيحطوا الالوان، يعني هذوك الالوان اللي كانوا معروفين. عندها السينيه ديالها اللي كتحيد على هذا الشكل هذا، وكتجي عندها السبورت ديالها اللي كيجي بحال هيدا، يعني ملي كتبغي تجمع هذا السبورت وتطويه كيتطوى، يعني كتحيد له فقط غير هاد المسمرات هيدا. هذه الثمن ديالها 19 الباوند، وهذا اللوين هذا كان ثمن ديالو 19، دابا حاليا عاملين له 15 الباوند بهذا اللون. وكاينه هذا اللوين هذا اللي جا هيدا ماشي البيج ماشي القهوي، يعني البيج مغلوق، ثمنه 19 الباوند. وهذه اللي عندها الجديده ديالها كتهز على هذا الشكل هذا، كتجي بحال هيدا. بالنسبه للثمن هذه 25 الباوند. دابا شوفوا لي هاد السوينيه هذه اللي هي طويبله على شكل سينيه، شوفوا شحال فنه غزاله غزاله غزاله، عملوا فيها اللون كلاسيك يعني اللون قهوي. بالنسبه لهذه عندها السينيه ديالها كتهز بحال هيدا شوفوا، وكتبقى طبله، عجبتني بزاف هذه صراحه. بالنسبه لهذه البنات راه هي عاد حطوها يعني باقا نيو كما كتشوفوا هنايا، والثمن ديالها هو 60 ديال باوند، واللوح ديالها راه اللوح غزال. هذه اللي كتشوفوا هنا اللي حتى هي عاوتاني براكتيك بزاف، بالنسبه لباش ما كتديش يعني لاسباس، ما كديش لاسباس، كتطوى وكتفتح فويخ ما بغيتي تفتحها كتفتحها، فويخ ما بغيتي تطويها كتطويها. عندها المجيار ديالها على هذا الشكل هذا، بغيتي كتعمل فيها يعني الكواتشر تنيدورات وداكشي اللي غتستعمل مثلا في الطبله. بالنسبه للثمن ديال هذه 150 الباوند، فقط فيها غير هذا اللوين اللي جا مخلط ما بين هذا اللون ديال اللوح الاصلي واللون الكحل يعني لهذا الشكل هذا. بالنسبه لها الطويبلات هادو اللي جاوا مربعين ديال ايكيا اللي هما دابا حتى هما يعني مشهورين بزاف، بالنسبه للثمن ديالهم كيكون الحاجه اللي هي ثمن مناسب ديال ايكيا كلشي يعني كيكون عندها اقبال كبير، يعني كتكون بحال هكا الطابله يعني يعني تقدر اي واحد يشريها بهذا الثمن، نفس الوقت يعني براكتيك بزاف لاي بلاصه، ومي كتكمل بها ما بغيتيش تزيد تستعملها كتفتح الرجيلات ديالها، يعني غير كيدوروا كيتحيدوا كيبقاو الرجيلات سيباريس بوحديتهم، وكيبقى الفوقاني بوحدي يعني سهله انها تخضع. بالنسبه لهادي انا بغيت نهضر لكم عليها، هذه اللي هي الاصليه الكلاسيك اللي معروفه الايكيا ب 7 الباوند، حطوا الجديده ديالها، الجديده ديالها اللي جات تشوفوا فيها يعني شايني، فيها بحال مغلفه من هنا ما بقاتش ديك المات يعني بحال مغلفه. وبالنسبه للثمن ديالها هو 12 ديال الباوند، هي راه نفس هذه ميم هذه راه هي مغلفه وصافي. وهذه واحد الدار من ديور ديال ايكيا، ندخلوا نشوفوا شنو فيها وكيفاش مفصلينها. اول حاجه ملي كتدخل على الباب كتجبر الصالون اللي جا على هذا الشكل هذا بحال هيدا، والشارج مجه هنايا. بالنسبه للديكور عاملين على هذا الشكل، وهنايا عاملين هاد الصوفه هنا
وهنا هاد الطابله فارقه مع الكوزينه والصالون، يعني هذه كوزينه امريكانا جات على هاد الشكل. وعندها هنايا هاد البلاصه هذه، شوفوا الكوزينه كيفاش غزاله، وخا صغيره يعني كاينه لاسباس فين تخبع كل شيء. شوفوا بالنسبه للكوزينه كتخرج على لا تيراس اللي جات على هاد الشكل بحال هيدا. وعندها الطويبله هنايا كريسيات ديالها بحال هيدا، والشارجم ديال الكوزينه كيطلع على لا تيراس، والباب ديال لا تيراس كبيره بالنسبه للكوزينه، يعني تدخلك لهنا وكتدخل الضو. منين كنخرجوا من لا تيراس وكنمشيو كنخليو الكوزينه على هاد الجنب، الصالون هنا كنجيو لهنا كنجبرو الحمام وكنجبرو بيت ديال العيال الصغار. بالنسبه للبيت ديال العيال الصغار جا صغير ولكن منظم، شوفوا كيفاش منظميناه وبايش منظميناه. شوفوا هنا كما هنا، وهنايا كاينه هاد البلاصه ديال القصص ديال العيال، هنا البيرو ديال العيال، هنايا كاينه هاد البلاصه فين كتستف فيها الحاجات باش كتنظم بيها، هادي ديال اللعاب وديكشي كامل، هنا الماريو، يعني كلشي كاينه، كلشي في بيت صغير بزاف، يعني المساحه ديالو صغيره بزاف. شوفوا الماريو كبير وطويل باش يقدر يهز بزاف الحاجات. وهنا كاينه هاد لي زيتاجير بحال هكا جوج مع بعضياتهم، لصقوهم باش يقدروا يخبعوا الحاجات كثر تما في منظمات ويهزوا يعني اشياء اكثر. شوفوا على افكار عندهم. منين كنخرجوا من بيت النعاس ديال العيال كندخلوا للطواليت، حاشاكم اعزكم الله كيجي على هذا الشكل. شوفوا الصراحه بالنسبه لهذا الدار طواليت يعني فيه اتساع متسع مع راسو، يعني جا على هذا الشكل، عنده هذه المنظمه هذه اللي جات هنا فوق هذا الطاسه حشاكم، جات على هذا الشكل. شوفوا يعني منظم ديال الطواليت اللي كيهز بزاف الحاجات. شوفوا هذا طويل هيدا، فهو باش تعملوا فيه هكا الفويطات، تعملوا فيه الحاجات اللي كنحتاجو هنايا. وهنايا كاينه هاد البلاصه هادي فيها هاد المرايه اللي كتكحز هيدا، يعني مرايه جات غير في جهه وحده، وجهه اخرى دايرين فيها المنظمات باش شي يهزو عاوتاني حاجات اكثر. بالنسبه لهادي اللي عجبتني بزاف كتلصق بحال هكا باش كتمل فيها القريعات، ولا هذه كيعملوها بزاف في الكوزينات اغلبيه، فيها جوج ديال لي طاج بحال هيدا. وهنايا كاينه هاد الماريو ديال لابابو ديال اليدين، فيه حتى هو المجوره ديالو باش حتى هو يهز اكثر. وهنايا كاينه الدوش، بالنسبه للدوش حاطين فيه النشاره ديال الصبين. المهم كفكره بالنسبه للناس اللي ما عندهمش البلاصه فين ينشروا ولا شي حاجه، عاملين لهم هذه النشاره اللي جات على هذا الشكل. شوفوا شحال يعني كتهز ديال الحوايج وما كديش الاسباس بزاف. مي نخرجوا من الطواليت كاينه فيه الباب من جهه ديال الصالون، وكندخلوا له كاينه فيه الباب حتى من جهه بيت النعاس ديال الناس، يعني ديال الراجل والمراه لهذا الشكل هذا، بيت النعاس اللي هو كبير. المهم ها انا المهم بيت النعاس هنايا جات، هو المساحه ديالو ماشي كبيره بزاف ولكن يعني حتى هو هاز ما هز قلبي. المهم فيه هنايا المنظمات، يعني هادو اللي هنايا كما كتشوفوا جات الكامه هنايا يعني في الدخل هذا البيت. وهنايا عملوا واحد المرايه اللي جات على هذا الشكل هذا. هنايا كاينه الباب اللي كتطلع على لا تيغاس، وكاينه هنايا العلاقه جات في الدخله. شوفوا الحيط ديال الماريو كيفاش ديال البيت النعاس كيفاش عاملينه باللوح، يعني جا غزال فقط واحد. شوفوا فقط جهه وحده عاملينه باللوح، وهنا يجي هذا الحيط ديال الكامه ما عاملين فيه حتى شي حاجه، يعني فقط غير الصباغه البيضاء. وهنا عملوا هذه الكوموده هذه اللي جات على هذا الشكل هذا،
وعندها اليديدات ديالها ديال الجلد في اللون ديال ديك اللوح ديال الحيط كما كتلاحظوا هنايا، وكتهوسه هي كبيره. وهنا جا الماريو، جا الماريو للجهه ديال يعني الجهه ديال الحمام اعزكم الله. شوفوا الماريو شحال كبير وشحال يقدر يهز. بالنسبه للماريو نفتحوا ونشوفوا كيفاش الستيل ديالو من الداخل. يا سلام، شوفوا هذه الجهه ياكو، هاد الجهه هادي كما كتشوفوا فيها المجوره وفيها لي زيطاجير ديالها هنايا اللي هما يهزوا اكثر 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 اشياء ممكنه. جينا لهاد الجهه هادي اللي فيها الوسطانيه اللي فيها تعلاق وفيها الفوق ديك الطاجير اللي جات هيدا وعاملين فيها المنظم. وهنايا جاو فيها عاوتاني المجوره وجهه ديال الصبابط والجهه ديال اللي كيتعلقوا فيها السراول، يعني الاشياء اللي ممكن انها تنظم 100%. واخر جهه اللي غنقدروا نفتحوا هي هذه اللي جات على هذا الشكل كما كتشوفوا. نحاول بعد باش ممكن تبان لكم مزيان، جات بحال هكا حتى هي نفس الشكل الاخرى، يعني كتكون جهه المراه وجهه الراجل كما كتلاحظوا هنايا. بالنسبه لجهه المراه كما كتعرفوا كيكونوا عندها الكسيوات وداكشي كيكونوا طوالين. شوفوا كيفاش قطعوا على البلاصه، شوفوا الافكار كيفاش عامله، قطعوا على البلاصه باش يعني يقدر يكون يعني كساوي وداكشي يجيو طوالين، والجهه الاخرى يكون فيها داكشي اللي قصير وتحط السيكان تما. يعني كلشي رائع، غزال غزال غزال. شوفوا الماريو كيفاش كبير وهز. هنايا بالنسبه لهاد البلاصه يكونوا يعني الحاجات اللي هما كبار كنحتاجو وديك الشيء، والجوايه الاخرين هنا الراجل وهنا المراه وصافي. هنا بالنسبه للطبله ديال ايكيا طبعا راهو ما معروفين. بالنسبه لهادي كاينين الجديد، المهم نوريكم كلشي. بالنسبه لهادي عاملين لها 8 الباوند، شوفوا الشكل ديالها كيفاش عامل. جات من هنا خاويه ومن هنا عند المجوره، المجوره ديالها عنده مجاج اللي جا بحال هيدا اللي ما كيبينش بزاف، يعني بحال مضبب باش ما كيبينش. بالنسبه لهذه الثمن ديالها كما قلت لكم 80 درهم. نجيو دابا لهذه اللي هي جات على هذا الشكل، هذا عند المجوره ديالها على هذا الشكل. نوريكم كيفاش كيجيو من هنا، كيجي عندها هنايا انتاجير بحال هذا الشكل هذا، وكيجي عند المجر صغير هنايا، يعني هذا الباب كتغطيه على هذا الشكل الطاجير اللي عندها تما وكتغطي المجر. وهنا اللي جات عند البلاصه مفتوحه، وهنا نفس الشكل ديال الاخر كما كتلاحظوا هنايا. بالنسبه لهذا شاين يعني كيبرق، والثمن ديال هذا 130 الباوند. الصراحه الثمن ديالو غزال، وبالنسبه للقياس ديالو فيه متر و60 على 42 على 45 سنتيمتر، يعني بالنسبه للناس اللي انتغس لهذا الشيء هذا قياسه هو هذا. وهذه حتى هي الطبله ديال التلفازه كما كتشوفوا هنايا، جات عندها الفوقاني وعندها التحتاني على هذا الشكل، غزاله فنه فنه فنه. هنايا حتى هما كيهزوا هادو يعني بزاف كما كتلاحظوا هنايا، وعندها هذه لهذا الشكل، وهنايا الفوقي عاوتاني بحال هيدا كما كتلاحظوا. ومي كيتشدوها ما كيعملوا لا صوت لا حتى شي حاجه، يعني واخا تبطخا ما كتسكت حتى كتشد راسها. هنايا هادي بالنسبه لهادي كتمشي بوحديتها. بالنسبه للثمن ديال هادي هو واقيلا كامل 250 الباوند، يعني هذا زائد هذا، لا 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 هادي فقط بوحده 250 الباوند. اوكي اللي جات على هذا الشكل هذا، شوفوا شحال فنه. هذا واحد الشكل جديد اللي حطوه دابا ايكيا، عندها هنايا ثلاثه ديال المجيرات اللي كتفتحوا على هذا الشكل، شوفوا. وهنايا هيدا، وهذا حتى هو على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا كما قلت لكم الثمن ديالو هو 250 الباوند هذا، وبالنسبة لهذا 270 الباوند، هذا كامل 270. بالنسبة للناس اللي كيعجبو من اللوح وكيعجبو من الحاجة السامبل، هاد الطبلة هادي راه هي جات ديال اللوح وسامبل، وفيها جوج ديال البيبان على هاد الشكل هذا كما كتشوفو. بالنسبة للثمن ديالها هو 100 ديال الباوند.
هذا اللي جا كيمشي بحال هيدا صغير، يعني بالنسبه للناس اللي ما عندوش لسباس كبيره فين يعملوا بلاصه ديال التلفازه، كيجي هذا الصغير زائد هذا معاه. بالنسبه للثمن ديالهم بجوج بهم 220 باوند، الثمن ديالهم مناسب. هذا يعني واحد ان فيترين هكا صغيره باش نوز لكم بزاف الحاجات. بالنسبه للقياس ديالهم والله ما عرفت هنا القياس، هو ايكيا يا ايكيا وقياسه كيفاش عامل ضبط. المهم بالنسبه للقياس ما دايرينش قياس اللي نقدر انا يعني نقدر نعرفه بالضبط كل حاجه شحال. نقدر كن هنايا شفتوا، يعني خصك تسقسي على على هذا كامل وما يقولوا لك كل شيء على انفورماسيون عليه كامل. بالنسبه للثمن فقط ولي نقول لكم 220 الباوند. هذا اللي جا كحال على هذا الشكل كما كتشوفوا، عنده الباب هنايا ديال ديال الجاج وباب اخرى هنايا ديال الجاج، وهنا الوسطي عنده انتاجير اللي كنقدروا نعملوا فيها الديكودور ولا شي حاجه، وعنده هذه اللي كتمجر اللي كتفتح على هذا الشكل هنايا. بالنسبه لهذا عنده هنايا الجاجه ديالو كتمشي اصلا كتشرب وحديتها، هاد الجاجه ما كتكونش يعني معاه نيشان. الثمن ديال هذا 215 الباوند. هذا جديد اللي جا لهذا الشكل، اللون ديالو زيتي، داخل فيه اللوح على هذا الشكل، عنده البيبان ديالو اللي جات هذا الباب هذه كبيره فيها هيدا بلاصه كبيره هنايا، كاينه واحده اخرى بحالها هنا، هنا مجر وهنا واحد الطاجير فرقه بين يعني بين هاد البلاصه وهاد البلاصه. بالنسبه لهذا الثمن ديالو 215 الباوند، هذا عاد حطوه باقي جديد. هادي حتى هي الطبله ديال التلفازه اللي جات بحال هيدا اللون، انا ما عرفتش كيفاش نقدر نوصف لكم هذا اللون. هذا هنايا جا بحال حديد بحال ميتال، يعني الحديد نقري ما عرفتش واش كيبان لكم واضح هنايا ولا لا، كنظن شي. عنده هنايا اللوح قهوي الكلاسيك، جا مع هاد البيبان هادو، وجا هنايا الثمن ديالو 215 الباوند، عنده الرجيلات. بالنسبه لهاد شوف، بالنسبه لهاد القضيه هادي الرجلين والبيبان وديك الشيء ممكن انك تبدل انت باش ما بغيتي، يعني هذاك كيبقى الاختيار ديالك كيفاش انت بغيتي الديزاين ديالو. كيعطيوك هما هاد يعني لا كاركاس ديالو الكاركاسه ديالو، وانت كتفصلو كما بغيتي، يعني بالنسبه للبيبان شي من الوان واش بغيتي تعمل سبب هنا ولا لا، بالنسبه للرجيلات واش بغيتيهم او لا، اش من رجيلات بغيتي اشكال، يعني ايكيا هذا هو احسن حاجه فيها بالنسبه للاشياء بحال هكا. هنايا هاد الطبله هادي اللي جات عاوتاني على هاد الشكل هذا، راه هي نفس هادي كما قلت لكم دابا، عاد يعني ممكن انك تبدل اللي بغيتي انت. هنا عاملينها على هاد الشكل هذا، شوفوا لا فرق كبير، يعني حيدوا حيدوا الباب الكبيره عملوا فقط بيبان صغار، خلاو انتاجير باينه كما كتلاحظوا، وعملوا الباب الكبيره الوسط، يعني غلقوا هاد البلاصه هادي يعني واو. بالنسبه للرجيلات عملوهم في الابيض، والثمن ديال هذا 275 الباوند، يعني زيد الماء زيد الدقيق، اي حاجه زدتيها راك كتزاد الثمن. ومن الاشياء الجديده اللي تا هنايا كاينه عاوتاني ديال الطابلات ديال التلفازه هي هادي عاوتاني اللي حطوا جديده هنايا، جات على هذا الشكل. شوفوا البيبان اللي دخلوا جداد، يعني دخلوا اشكال وانواع البيبان، هذه جات على شكل رخامي، شكل درخام بحال هيدا، ومنين كتفتحها كتجبر هنايا لا سباس فين تخبى. انا هذاك اللي كيحمقني الصراحه فين تخبى الحاجات. شوفوا وهنا عندها هاد الفيترين هذه اللي جات معلقه في الحيط، وهنا فين كتعلق بلاصه فين كتعلق التلفازه، زيد عليها هاد المريوي هذا اللي جا هنايا، حتى هو فيه نفس الرخام اللي جا في البيبان هادو، وهنايا مفصل على الشكل اللي ديجا وريتكم لهيه. شوفوا بالنسبه للثمن هذا الفوقاني ساوي 290 الباوند، هذا زائد هذا. وبالنسبه لهذا اللي هنايا التحتاني الثمن ديالو هو 265 الباوند. وهاد الطبله هادي حتى هي ديال التلفازه اللي كتكون هنايا في كتكون في الصالونات او في بلاصه ديال بيوت الكلاس اللي كنتفرجوا فيهم ولا شي حاجه. شوفوا على شكل كيفاش رائع، جا غزال صراحه. بالنسبه للثمن ديال هذا كامل 910 ديال الباوند،
اللي كيجي على هذا الشكل هذا. شكل من اشكال اخرين ديال طبلة التلفازة هو هذا اللي دخلوا فيه البيض زائد اللون دلوح كلاسيك المفتوح، وجات طبلة على هذا الشكل، يعني طبلة طويلة، زادوا حطوا فوق منها وحده اخرى هنايا، وهادو اللي جانيشان ومخرجين فيهم الضوء اللي عطى واحد المنظر رائع. شوفوا شحال جا غزال، واللون هنايا القهوي، هذا القهوي هذا المفتوح جا غزال غزال صراحة، راه هو اللي دارج دابا على الموضة بزاف ديور. شوفوا بالنسبة للثمن ديال هذا 685 الباوند. شوفوا على فيترينا شحال فنة كلاسيك كتحمق. بالنسبة للوين كما قلت لكم دابا عاد ان هذا اللون هذا هو اللي دارج على الموضة ديال الموبل اللي خرجوا هذا العام هذا 2022، يعني داخل هذا اللوح مع البيض جات الفيترينا يعني رائعة. شوفوا وسط منا ديك الضو اللي عاطينها حتى هو يعني عملوا لا تواطها لمسة غزالة، عاملين الرجيلات ديال نفس اللون ديال اللوح. وبالنسبة لهذه الثمن ديالها هو 800 ديال باوند كاملة هيدا. ودابا جينا لبلاصة أخرى اللي هي فيها أشكال وأنواع أشياء أخرى نوريكم من بينهم، هما هاد لي سوبورت هادو اللي لهاد الشكل هذا اللي هما كيجيو رائعين. شوفوا يعني غير فقط بالحديد واللوح شنو عدلو، شوفوا شحال فنين. هذه كت فيها جوج ديال لي زيتاجير على هاد الشكل، وهنا ممكن انك تعمل يعني حاجات اخرين تقدر تحطهم هنايا. بالنسبه لهذه الثمن ديالها 25 ديال باوند. هذه اللي جات مربعه على هاد الشكل هذا وفيها انتاجير وحده، بالنسبه لهذه الثمن ديالها 19 باوند. هذه اللي جات هي شكل ديالها على هاد الشكل، شوفوا شحال فنينه وعندها الطاجيره ديالها هنايا، الثمن ديالها 15 باوند. شوفوا لي هادو اللي انا كيحمقوني، شوفوا شوفوا الشكل ديالهم كيفاش جا ديال الحديد فيهم هنايا الكروات على هاد الشكل. الثمن ديال هادي 10 باوند. بالنسبه للون كاينه هاد اللون ابيض وكاين الذهبي، شوفوا الشكل كيفاش حطوا هادي وكيفاش حطوا هادي، يعني ممكن انك تحطها كما بغيتي، وكاينه هادي على هاد الشكل. والثمن ديال هاد الذهبيه هادي 13 البوند، البيضة بعشرة والذهبية 13. وهذا اللي جا يعني ما قدرش نقول لكم انا بالضبط هذا شنو قدر يكون، يعني يقدر يكون بيرو، يقدر يكون في الدخلة ديال الدار، يقدر يكون حدا التلفازة، تقدروا تحطوه في بزاف د البلايص. بالنسبة لهذا يعني الثمن ديالو ثمن اقتصادي، الثمن ديالو 30 البوند، ما عرفتش علاش عاملين له 33 البوند الثمن ديالو اولا 35 البوند. المهم انا غنتاكد من الثمن 100% 35 البوند لان ديجا شريته. كيجي يعني غزال. بالنسبه للتعلق ديالو راه ماشي هي كتجيو تعلقو هكاك، راه ضروري خصو يكون عنده يعني هادو، كتقدر تعمل الشكل اللي بغيتي، راه هما عندهم اشكال وانواع كتعملهم لهم هنا باش كتلصقوا. يعني انا بالنسبه لي كنسحب لي كيتلصق هو بوحدو، عاد لو بغيتي تزيد له هادو ولا هو خصك ضروري ضروري متشريه تشري مع هادو، ما كيتباعوش غاليين صراحه. المهم هذا كفكره كيفاش عاملين له، نجي هنايا ونوريكم عاملين على هاد الشكل هذا. وبالنسبه لهاد لي زيتاجير اللي هنايا بغيت نوريكم الاشكال اللي عندهم. بالنسبه لهادي اللي هي حتى هي معروفه كتنظم بزاف بيوت النعاس، يعني اغلبيه ديال حلم ديال البنات كيشريوها صراحه غزاله. بالنسبه للثمن انا لاحظت انهم زادوا للثمن، كانت غير ب50 رجعوها ب60. كاين فيها الكحل وفيها هاد اللون القهوي اللوح الاصلي. هنايا كاينين لي زيتاجير عاوتاني على الشكل اللي كاينين هنا، هادو طوالين كاع مره، يعني نقدر نقول لكم فيهم مترو 90 على 26، الثمن ديالهم 17 البوند. كاينه هذه اللي جات هكا مات ب 17، اللي جات فيها البريو الثمن ديالها 25 البوند. هذه اللوح اللي هو هذا اللوح هذا ثمنها 22، هذا اللوح اللي جا مغلوق شويه ثمنها حتى هي 22، وهذه اللي هي كحله الثمن ديالها حتى هي 22 كما كتشوفوا. وهنا
عفوا انا مريضه وكنهضر بزز. المهم بالنسبه للثمن ديال هادو اللي هما جاوا فيهم القياس ديالهم متر و10 على 26 10 ديال الباوند، هذه اللي هي مات البريو 15 الباوند، هذا اللوح ب 12 الباوند، اللوح اللي حتى هو مغلوق شويه 12، والكحله 12. هادو اللي هما كتقدر تهز بهم هادوك مثلا ديك هاد البيرو هذا نفكركم فيه، هاد البيرو هذا مثلا يعني تقدر تعمل البيرو وتقدر تعملو لهاد الطاجيرات هادو، وهاد الطاجيرات الصراحه ممكن انك كتعلقهم غير هكاك لان كيكون وسط منهم واحد الحديدات كتعلقهم هما الاولى عاد كتدخل فيهم هاد لي طاجير هادو كيبقاو معلقين مزيان. بالنسبه لهادو المهم عندهم بزاف استعمالات، انا غير فقط نوريكم وكنعطيكم افكار وصافي. الثمن ديال هادي اللوح 4 الباوند، هادي حتى هي هاد اللون هذا 3 الباوند، هذا اللي مفتوح عليه شويه حتى هو ب 3 الباوند، هادي اللي جات شويه صحيحه عليها على هادي وعريضه عليها، الثمن ديالها 5 الباوند، الكري ديالها حتى هو نفس الثمن، الكحل ديالها حتى هو نفس الثمن، وهادي ديال الحديد اللي جات على هذا الشكل كما كتلاحظوها هنا الثمن ديالها 4 البوند، وهذه اللي جات حديده وهي سامبل الثمن ديالها بوندا 25. بالنسبه لهادو ديال الحديد راهما ماشي كيجيو تحط عليهم كتدخل فيهم هنا لي زيتاجير اللي كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا هنايا، كتجي يعني الطاجيره داخله عليهم هنايا لداخل يعني بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا فيهم القياسات اللي بغيتي. بالنسبه للثمن ديال الكبارين 13 البوند جوج باك فيه جوج، وبالنسبه لهاد المتوسطين الثمن ديال 10 البوند باك فيه جوج، وبالنسبه لهذه اللي جات هذا الشكل هذا يعني كتهز الطاجيره من هنا وكتزيد تلصق عليها وحده اخرى من هنا باش كتجي طويله، بالنسبه لهذه الثمن ديالها 8 البوند غير وحده. هادو اللي هنايا بغيت نوريهم لكم كفكره من الافكار ديال ايكيا اللي هما كيتباعوا هيدا فقط بهذه الطريقه هذه، وممكن انك تشري لهم اللي بغيتي من هاد الاشياء اللي هنايا. بالنسبه لهاد الاشياء يعني ممكن انك تشري لهم هادو اللي كيجيو على هاد الشكل هذا بيبان كيتفتحوا هكا، ممكن انك تعمل لهم مثلا غير هنايا طاجيرات هيدا ديال الدجاج، اولا تقدر تعمل لهم حتى ديال اللوح كما كتلاحظوا هنا. هنا كاين عاوتاني هاد البيبان اللي كيجيو على هاد الشكل بحال هيدا مجيرات على هاد الشكل، والبيبان ديال الدجاج، وهذا باب حتى هي على هاد الشكل. بالنسبه لهادي كتشوفوها هنايا كامله مجوره وعاملين الالوان فقط هما كمثال باش انت كتعمل اللي بغيتي، عاملين المجوره كما كتلاحظوهم هنايا على هذا الشكل هذا باش تهز فيهم الحاجات. هنا جاوا عاوتاني وعاملين فقط غير البيبان على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا هنا بحال هيدا باش يعني كتخبى الحاجات هنايا، وما هادو فقط كتشري غير هادي وكتفصلها كما بغيتي. بالنسبه لهادي الثمن ديالها 75 الباوند هاد الكبيره، والثمن ديال لي جوج اللي فيها جوج 30 الباوند، واللي بغيتي غير وحده كتعمل 25 الباوند. وهنا كاينه هادي اللي جات على هاد الشكل هذا فيها المربعات وكتفصلها عاوتاني كما بغيتي، ممكن انك تعمل لها البيبان، ممكن انك تعمل لها المجوره، ممكن انك تخلط ما بين المجوره والبيبان، يعني كاين اشكال وانواع، وتقدر فقط انك تعمل لها غير هادو ديال ايكيا اللي هما كتخبع فيهم كمنظمات الحاجات، وفيهم الوان واشكال وانواع كما كتعرفوهم. يعني شوفوا هنايا البياض، الكحال، هذه اللي منقطه، هذه كري، هذه اللي جات ديك الكري ديال الصوف بحال هكا، يعني كاينين اشكال، كاينه هذه اللي جات زيتيه، وكاينه هذه اللي جات مشرطه ديال هذه ديال الكرتون، وكاينه هذه، يعني كاينين اشكال، يعني لا بغيتي تزوق او لا تعمل فقط نوع واحد او لا اي حاجه من الاشكال اللي بغيتي انت. بالنسبه لهذا الماريو هذا الثمن ديالو 129 الباوند. هذا
كاين هذا اللي جاته هو صغير شويه، شوفوا كيفاش عدلوه، جا على هذا الشكل هذا، فيه ما بين البيبان الوسط المجوره وتحت البيبان، وكاينين البلايص اللي خاويين ممكن انك تعمل فيهم هذوك المنظمات اللي هما هادو، وممكن انك تخليهم هيدا وتحط فيهم الحاجات. بالنسبه لهذا الثمن ديالو هو 75 ديال باوند بوحدو، وعاد كتزيد له انت البيبان والجوره وديك الشيء. وهاد المنظمات الثمن ديالهم هو 3 البوند، بالنسبه اللي بغاهم ولا شي حاجه الثمن ديالهم كيكون 3 البوند. وهادو كبلايص يعني ممكن انكم تشريو هاد الشيء هذا باش تعملوه كمنظمات. بالنسبه لهاد الحديده هذه اللي كتجي فيها هاد الطاجيرات هيدا ديال الحديد وصحيحه، الثمن ديالها 17 البوند، كتجي على هاد الشكل هذا اللي هو تا هو حديد، وديجا كنت وريت لكم دابا عاد في الكوزينه الاولى اللي وريتكم، هو الثمن ديالو 160 البوند. صراحه ثمنه مخير بالنسبه انه يكون حديد وصحيح وفيه هنايا البلاصه فين كتخبع يعني على هذا الشكل كما كتلاحظوا هنايا. انا فتحت لكم البيبان باش تشوفوه يعني على هذا الشكل، ما تسمعوه راه حديد. وكاين هذا اللي جا عريض عليه، شوفوا الفرق يعني هذا فين جا وهذا فين جا، هذا ما عندوش يعني العرض كبير، هذا فيه 85 على 40 على متر 90 ديال الطول ياكو. وبالنسبه لهذا اللي ما عندوش البيبان جات الثمن ديالو 105 البوند، قل من هذاك، هذاك 160، هذا 105. هذا القياس ديالو 85 على 55 على متر ومتر و 90 كما كتشوفوا هنايا. وهذا كمنظم من المنظمات ديال القراعي اللي جا على هذا الشكل، الثمن ديالو 25 الباوند، حتى هو حديد. وهذا اللي جا منظم هو ديال الحديد حتى هو، شوفوا كيفاش عامل، الثمن ديالو 50 البوند. بالنسبة لهذا قياسه 46 على 36 على متر 81 كما كتشوفوا هنايا. وبالنسبة لهادو اللي معلقين فيه كتزيدو من تما الا بغيتي يعني باش كتعلقو من هنا تعلق فيهم الحاجات، الثمن ديالو 3 البوند. وهذا اللي جا كبير على هاد الشكل، الثمن ديالو 60 البوند، قياسه 92 على 36 على متر 81. وكفكره من الافكار ديال البيوت ديال المونه، البيوت ديال يعني اللي كنحتاجو انه اننا نعملو بيت صغير فيه يعني يجمع لنا بزاف الحاجات اللي كنحتاجوهم بالنسبه للكوزينه ولا شي حاجه على هذا الشكل هذا. كاين هذا المنظم هذا اللي هو جا على شكل ديال على هذا ديال اللوح، يعني اللوح الاصلي العادي واللوح صحيح هذا، بالنسبه لهذا 159 البوند، هكا كيجي كبير كما كتلاحظوه، وعندو البيبان ديالو من التحت كيتفتح على هذا الشكل، وفيه الطاجيرات ديالو. بالنسبه لهذا القياس ديالو يا سلام، القياس ديالو 83 على 30 على متر 80، وكيهز 35 كيلو، ولا هو فيه 35 ما نعرفش. المهم كاينه هذا اللي هو جاته هو على هذا الشكل كما كتشوفوا هنا، وعندو هاد البلاصه هذه الا بغيتي كتزيده، شوفوا. والثمن ديال هذا 140 ديال باوند كما كتعرفوا، الثمن يعني الحاجه ديال اللوح الايكيا راه معروف ثمنها يعني غالي، بصراحه ماشي غالي بزاف بالنسبه للايكيا، راه هي رخيصه على بزاف البلايص. شوفوا هذا شحال غزال اللي هو جا ديال اللوح، حتى هو منظم، وعنده هنايا هادو جاوا على شكل كاترياس المغرب، شوفوا هو منظم من المنظمات اللي ممكن انك تحط فيه الحاجات، والثمن ديالو افضل يعني الثمن ديالو 24 البوند، رخيص بزاف. القياس ديالو 78 على 50 على متر 71، شوفوا. وكاين هذا، شوفوا شحال طويل وشحال كبير ويهز، وعنده من التحت المجوره اللي جاو فيه ثلاثه المجوره، جاو على هذا الشكل، وعندو الطاجيرات ديالو يعني ما بين وحده وحده كاينه لسباس فين تحط الحاجات. بالنسبه لهذا الثمن ديالو
166 الباوند. وبالنسبه للقياس ما فيا ما نشوف القياس. قياسه فيها 83 على 50 على 2 متر و26. هذا هو القياس ديالو، يعني كبير كبير ويهز. هاد البيت دائما كندوز من حداه وكيعجبني بزاف، لان عاملين واحد الفكره رائعه بالنسبه للخياطات اللي هما عندهم ورش هاد الخياطه. شوفوا حتى هما مفكرين لهم يعني في افكار رائعه. شوفوا كيفاش الطريقه اللي عاملين. اول حاجه عاملين بيرو هنايا، فيه بيسي، فيه كل شيء باش ممكن انك تخدم. هنا كاينه الشرجم ديال البيت. الفيترينه هذه عاملين فيها القريعات اللي كتعمل فيهم القفيلات، الجوهر، داكشي كامل اللي ممكن انك تستعمل. زائد كيف ما كتلاحظوا هنايا بالبيبان رائع اللي كيعطي داكشي ديزاين غزال. هنا عاملين لي زيتاجير اللي جاوا على هذا الشكل هذا مزوقين بهم. هنا عاملين البلايص يعني فين ممكن انك تعمل ديك المجيرات اللي كتعمل فيهم مثلا الوراق، كتعمل فيهم التفاتر، داكشي ديال المجلات ديال الخياطات وداكشي. جاو لهنا وعملوا الطبلة اللي جات على هذا الشكل فين كتفصل يعني اللبيسات وداكشي كامل. وهنا عملوا المجيرات اللي كيكون عندك فيهم الماتريال، المقوصة، المسطرة، داكشي كامل اللي كتحتاج داكشي ديال الخياطة. وجا من اللور كذلك على هذا الشكل. هنا فين كتعمل حشاكم الحاجات اللي كيشيطوا التوابات داكشي، يعني هنايا اللي كيبقى يعني كتزيب. وهنا كاينه هاد البلاصه هذه اللي كتعمل فيها عاوتاني هادو باش كتعمل فيها الحاجات، يعني كاين ليسباس كامل. بالنسبه لهنا ملي كتكون كتخدم وكتجبد القريعات اللي هما هادو، غنحاول نجبد معاكم ونوريكم الطريقه كيفاش هما فكروا. يعني كتجبد هاد القريعات هادو وكتجي لهنا باش كتخدم بارتياح، وكتعمل القرعه هنا لداخل وبسي تحتها لا تبقاو معايا. المهم كنت عامل الروينه ولكن عدلتها. القرعه كتجي على هذا الشكل، يعني باش كتهز القفيلات، كتهز الجوهر، كتهز ما حدك هنا، كتخيط، كتفصل، كتعمل داكشي كامل، يعني كيكون عندك كل شيء قريب. شوفوا الثوب كتعلقوا هنا بالرولو ديالو، واش كتجبدوا تقطع، يعني شنقول لكم انا شابو الايكيا يعني الصراحه. هنا كاينين هادو اللي ديال الحديد اللي كتعلق فيهم مثلا النوطه ديالك، يعني كاينه القياس يعني العبار مع التاوب، يعني بزاف الحاجات يعني كيتحتاجوا هادو بزاف بالنسبه لهاد الورشات بحال هكا. يعني افكار شنقول لكم رائعه. شوفوا هنايا حطوا هاد الفيترينه هنا باش ممكن انك عاوتاني تعمل التفاتر داكشي كامل اللي كيكون مقيد، يعني طبيعة الحال الخياطات كيقيدوا كل شيء، يعني باش كيحطوا هنا كل شيء كيكون عنده منظم. وكفكرة من أفكار إيكيا في المطابخ كما كتلاحظوا عندها يعني كوزينة هكا حداها بيت الكلاس صغير، يعني كاينين الديور اللي كيكون مثلا ستوديو ولا دار يعني صغيرة فيها يعني بحال هاد ليسباس. كثرة هنا في أوروبا يعني حنا يعني الديور عندنا في صالة غريبة وديور صغار، يعني ماشي قياس مثلا ديور المغرب. هنايا كما كتلاحظوا الكوزينة جات على هاد الشكل وكل شيء ديالها مغطي، لان علاش جات حدا البلاصه فين كيجلسوا هنايا، يعني ضروري ان كل شيء يكون مغطي، كل شيء يكون مدفون، سواء الماكينه التصبين، سواء هذاك الماكينه ديال غسيل القشوع هذه ما بغاتش تفتح لي. يا سلام هذه الثلاجه كما كتلاحظوا هنايا كنفتحها بمقلوب، شفتوا يعني الثلاجه هنايا، يعني الحاجات. شوفوا الفران في البياض جا غزال كما كتشوفوا. وهنايا كاينه هاد المجوره هادو اللي كلهم مغطيين ما كيبان حتى شي حاجه كما كتلاحظوا، يعني باش كل شيء كيجي يعني مزيون صافي. كتجمع الكوزينه ديالك كيبقى كل شيء في بلاصتو مغطي يعني ترونكيل. شوفوا حتى الفوقي كل شيء مغطي، وحتى البلاصه ديال بيت الكلاس يعني ماشي نفس لي موبل ديال الكوزينه ماشي مع بيت الكلاس. شوفوا لاحظوا وجا يعني داكشي غزال. شوفوا
هذه كوزينه من الكوزينات الكلاسيك. شوفوا على الكوزينه كيفاش عامله، يعني كلاسيك للدرجه اللي ما تصوروش. شوفوا اللوح اللي داخل مع الكري، يعني مستحيل انك تقول يقدر يجي. شوفوا الكري اللون كيفاش عامل واللوح، وزايدين عليها جلاج في الخضر، وجات كوزينه غزاله. شوفوا جلاج كيفاش عامل، شوفوا لابابو فين جا. هنايا الفران مدفون هو والمايكروويف. شوفوا الفوق فين عملوا الفيترين، يعني الماريو ديال الكوزينه راه هو كبير واصل حتى للسقوف. وهنا البلاصه ديال الماكله، وهنا لا تيراس كما كتشوفوا. كوزينه هي هذه، يعني داكشي غزال صراحه. شوفوا هذه شحال فنه، شوفوا اللورنيه ديالها جات الوسط، فيها البلاصه ديال الطياب حتى هي الوسط. شوفوا، وبالنسبه كاينه بزاف الناس يقول لك ما كايناش يعني هذيك اللي كتصف الهواء باش ان يعني الطياب يمشي للبلاصه ديال، يعني كاينه كتكون ديك الفوقانيه ميم خرجوا ديك اللي كدفنوا هنا باش الهواء كيدوز مباشره للبلاصه، يعني هنايا، يعني بلا ما يحتاج انك تعلق وحده الفوق. شي نهار نشاركوا معكم، راه خرجوا اشكال غزالين بالنسبه للثلاجه. عاملين ثلاجه كبيره في هذه الكوزينه، المريوات كاملين كما كتلاحظوا كلهم مغطين، لان 100% هذه كوزينه من الكوزينات المفتوحين، يعني على بيت الكلاس. يعني دونك دائما الكوزينه ميا تكون مفتوحه على بيت الكلاس، خصها تكون دائما مغطيه كامله كما كتلاحظوا هنايا. وحمقني انا غير الرخام، شوفوا كيفاش عامل، كيعطي واحد البريو، ما عرفتش واش كيبان لكم هذا البريو ديالو. رخام غزال صراحه، فني وكلشي غزال. شوفوا حتى من الناحيه ديال الرخام ديال البلاصه فين كاينه الجفنه، شوفوا كيفاش مدفونه السيستم اللي خادمين به. شوفوا هنايا والحيط اللي عاملين في البلاصه هنايا، عاملين هماط. هذه نوع اخر من الكوزينه ديال ايكيا اللي كتجي على هذا الشكل، يعني عندها لورنيه من هذا الجهه ولورنيه من هذا الجهه. شوفوا الشكل كيفاش قدروا يعدلوها وكيفاش قدروا يعني يفصلوها على هذا الشكل هذا. يعني جات لورنيه من هنا صغيره رقيقه فين يقدر بنادم ياكل، يعني على هذا الشكل جاوا عملوا عليها هنايا واحد طاجيرات هكا كيهزوا فقط، غير يعني قياس صغير قصير باش ما ياخذش لاسباس مع اللورنيه. جاوا لهنا اللورنيه يعني قسموها، شوفوا الطريقه كيفاش قسموها، عملوا هنا بلاصه ديال جوج لا ياكلوا، جاوا لهنا وعملوا البلاصه ديال البيبان اللي كيجيو على هذا الشكل كما كتلاحظوا هنايا. وهنايا عملوا البلاصه ديال غسيل القشوع وديك الشيء كما كتشوفوا تحت منا. هاد البلاصه هادي هنا ثلاجه، لا لابادورا، ماكينه الصابون. هنايا هادو، هنا حاشاكم اعزكم الله لابوبيل البين. وهنايا بلاصه فين كنغسلوا القشوع، ماكينه ديال غسيل القشوع. وهنايا معلقين هادو باش يعني ممكن انكم تعملوا فيهم اي حاجه، يعني ماشي ضروري انكم تعملوا هادو، بلادي ما بقاتش تشد. وهنا كاينه الثلاجه اللي جات على هذا الشكل كما كتشوفوا، كامله الثلاجه على هذا الشكل هذا. وخلاص هنا عاملين هاد المريوات اللي جاوا على هاد الشكل هذا. وهنايا المريوات اللي جاوا فيهم الضوء من التحت، وهذه راهي جاجة ومضويه كيتفتحوا للفوق على هاد الشكل هذا، بلاصه الطياب. وهنا المايكرويف، وهنا الفران. يا سلام، وما نهضروش عليها على الجليج كيفاش جا مع هاد الكوزينه، يعني ما خلينا ما نقولوا
وبالنسبة للرخام ما هضرتش عليه. الرخام اللي عملوه في هذه الكوزينة اللي هو اللون ديالو مفتوح وغزال، ومشاو نفس التيمة مع الرخام ديال الأرضي مع الرخام ديال الحيط. يعني شوفوا كيفاش جا وعطى واحد اللمسة اللي واو غزالة. بالنسبة للبلاصة ديال الطياب عملوا فيها جولي الرخام طلع حتى الفوق، وبالنسبة للبلاصة ديال غسيل القشور عملوا فيها فقط شوفوا الرخام غير حتى القياس ديال فين كاينه سبيله ديال الغسيل القشوع في البلاصه ديال الماكله. هذه اللي ممكن اننا نسميوها كوزينه انجليزيه بامتياز، لان الشكل انجليزي 100%. يعني عندهم كوزينات الكلاسيك هما بزاف ديور، يعني طبيعه الحال ديور اللي هما كبار وعندهم يعني لاسباس وكل شيء، كيعملوا كوزينات يعني كلاسيك على هذا الشكل هذا. وحتى اللون ديال اللوح، يعني هما كيعملوا اللوح اللون ديالو غريب في الكوزينات ديالهم. يعني ملي كتفرج هكا في شي طباخ انجليزي ولا شي حاجه في التلفزه، دائما كيكونوا الكوزينات ديالهم على هذا الشكل هذا. هذه واحد المساله مفروغ منها. المهم جات هذا الشكل هذا هنايا، جو الماريو حطوه في هذه البلاصه هذه، فيه كل شيء شوفوا بوحدو. يعني هكا هذا الشكل اللي كيعملوه هما بزاف، جا على هذا الشكل كتفتحو كتجبر فيه كل شيء فين تقدر تعمل يعني لسباس. وهنايا كذلك كما كتلاحظوا يعني بحال هكا جاو لهنا، عملوا جوج خرارن بحال هيدا. وهنا المايكروويف مجوره لتحت، وهنايا الجهه ديال الطياب كما كتلاحظوا غير المجوره كما كتشوفوا هنايا. هنا البلاصه الكبيره اللي كتمل فيها المقاليل الكاسرونات ديكشي كامل. هنايا فين كتقدر تعمل هذاك التنودورات كواتشار ماس كما كتشوفوا. ملي كتفتحهم شوفوا كيعطيو كيشعلوا بالضوء، يعني اشكال غزاله. وهنايا كاينين عملوا هاد لي زيتاجير اللي هما معروفين ديال ايكيا اللي كيسواو تصعد البوند. هذه اللي هي فيها مترو 17 مترو 15، عمي نجيب 17 هنا. وهذا الرخام اللي عاملين فيها رخام كحل كما كتلاحظوا فين بيشات في البيض. جاو البلاصه ديال غسيل القشوع عملوها يعني بالالومنيوم، ماشي الومنيوم ميتال. المهم شوفوا تنظيم كيفاش عامل. هذا راه فيه مجرخور هنايا على هاد الشكل، مجار وسط مجار. هنايا كاينه زلايف وديك الشيء الاخر. وهنايا يا سلام شوف ديك الشيء الكبير اللي يقدر يدي يعني اتساع بزاف تقدر تعملو هنايا. والبلاصه ديال غسيل القشوع حتى هي جات على هذا الشكل هذا. شوفوا 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 شحال فنه شحال فنه. هنايا شنو عندهم فين كتقدر تعمل ديك الشيء ديال المنظمات اللي كتغسل بهم القشيعات ديالك وكل شيء. اوبس. وهنايا اي هذا مابغاش يتفتح ليه. المهم عندهم يعني كاين فين يعني تلعب في الكوزينه. من هنايا البلاصه ديال الغسيل القشوع نطلعوا للفوق، شوفوا الطريقه كيفاش عملوا كيفاش نظموا وكيفاش حطوا نفس لاغام اللي تقدر تمشي مع نفس الحديد اللي هنايا، يعني الميتال اللي كاينه هنايا. شوفوا الطريقه اللي عملوا بها يعني طريقه رائعه. وزياده على هذا الشيء كامل هي هذه اللي عطات حتى هي لمسه لهذه البلاصه، كتغلفها هذه كتشرى يعني بالمترو وكيغلفوها لك هنايا كيحطوها لك هنايا باش كتحمي لك البلاصه. والكاغد الحيط حتى هو عجبني بالنسبه لهذا التيم هذا اللي عملوه هما، يعني عطاه واحد اللمسه غزاله للكوزينه. شوفوا عجبتني بزاف. كوزينه اخرى شوفوا
هذه نصورها لكم غير بالخفافيح كبيره ما يمكنش نعطيها يعني وقت طويل. كاينه الطابله هنايا جات البلاصه ديال واحد الفيترينا كبيره ديال الكوزينه يعني باش تهز بزاف الحاجات. جات هنايا عند اللورنيه ديالها جات الوسط وبلاصه الطياب حتى هي الوسط. وهنايا فين كاينه الاستراكتور ديال باش كيصف الهواء هنايا كاينه البلاصه عاوتاني خاصه فين كاينه فيها جوج فرارن والمايكروويف. وهنايا البلاصه فين كنغسل القشوع عملوا فيها عاوتاني اللوح مفتوح كما كتشوفوا. وهنايا لي زيتاجير اللي هما دائما كيعطيو لمسه غزاله للكوزينات. هذه من اصغر الكوزينات اللي كاينين في ايكيا ولكن منظمه لواحد الدرجه اللي ما تصوروش. شوفوا لي سباس اللي ممكن انك توقف فيه باش تكون في كوزينه ياكو. شوفوا البلاصه فين عاملين الطياب دايرين فقط جوج ديال المجوره ديال الطياب باش انك يعني باش ما تديش اتساع ديال اللورنيه. هنايا البلاصه الاستراكتور ديال كيصف الهواء اللورنيه جات على هذا الشكل خلاو البلاصه هذا القنت باش كيهز بزاف الحاجات. هذا باش كتغسل القشوع. وهنايا اللي باش يهز لسباس بزاف هو علاو المريوات باش تقدر تحط تخبى الحاجات اكثر. وحتى هنا علاو المريوات وعملوا الفران والمايكروويف مدفون يعني واحد الحاجات اللي مهمين. شوفوا هنايا شنو كاينه فريزر كاينه كونجيلاتور ثلاجه كبيره يعني واخا يعني كوزينه صغيره عملوا فيها ثلاجه كبيره. وهنايا عاملين ماكينه الصابون هنايا داكشي اللي كيتخبع زائد لابوبيل اولا البين. هنايا شوفوا البلاصه فين كتقدر تخبع ديك اش كيقولوا لهم كسرونات يعني المقالي يعني باش يخرج لك ساهل. عاملين فيها هذه. وهنايا مجيرات اللي كيهزوا بزاف الحاجات. شوفوا شوفوا يعني منظمه لواحد الدرجه اللي ما تصوروش. انا يعني كيزيد يعجبني يعني بزاف انني نجي لايكيا واخا ولو انني ما شري والو ولكن كندي افكار اللي كتنفع بزاف في الدار. لا داكشي قلت علاش لا واخا يجي الفيديو طويل غنعطيكم تنتوما افكار. بالنسبه لهذه يعني كتعمل فيها القشوع كما كتلاحظوا. وهذه حتى هي وزياده عليهم كاينه هادو فوقانيين ما لحقلهمش باش نفتحهم لكم. واخا كنقول بركه عليكم من الكوزينات كل كوزينه كتحنتني في الاخرى كنقول والو ضروري نصور لكم الكوزينات اللي كاينين اللي يعجبوني واللي زعما ممكن انكم تديو فيهم افكار. فقط هذه نوريها لكم عيب على هذا الشكل هذا لان الدنيا عامره والناس بزاف باغيين يدخلوا لها. نوريكم على هذا الشكل هذا وهنا البلاصه فين بيت المونة ديال هاد الكوزينه هادي جا على هاد الشكل. شوفوا وفيه بلاصه ديال الغسيل القشع خاصه حتى هو زايده على هادي كاينه هادي وزادوا هادي هنايا. يا سلام هاد القنت اكيد خصني نشاركو معكم لان عجبني بزاف كما كتشوفوا. كما سبق لي قلت لكم ان اللوح داخل يعني بقوه في هذا العام هذا. ومن الحاجات اللي عجبوني هو اللون ديال الحيط. شوفوا اللون على لمسه عطى في هذه الكوزينه يعني هذه صباغه ماشي كاغيط. شوفوا كيفاش عدلوها يا سلام فكره من افكار ايكيا. شوفوا الطبله سامبل بزاف ولكن جات فيها الحطه كتحمق. زادوا عليها هاد الكريسيات اللي جاوا على هاد الشكل هاد الفيترين ديالهم اللي جات على هاد الشكل.
والفيترين عملوا عليها هنايا المرايات اللي هما معروفين كيتباعوا ايكيا هكا كل لوحه كيتباعوا باك فيه 4 ولا ما عرف 6 ما متاكداش 100% ولا 4 عملوهم هنايا عطاتو عطاو واحد اللمسه غزالين. شوف شفتو زادوا عليهم هادو بغيت نعرف هذا شنو هادي لا قلت لكم ما تيقولش هادي لورنية اللي كتكون في الكوزينة كنحطوا عليها القشور وداكشي علقوا فيها هادو وعملوها هكا ديزاين هنايا هادي وهادي في نفس اللوح اللي كاينه في هاد البيبان هادو الهيدورات اللي كانوا عاملين لهم 7 البوند رجعوهم 9 البوند هذا بيت ديال الملابس فقط يعني بيت ديال الحوايج كيجي فيه المريو ديالو محلوله على هذا الشكل يعني المريوات كيكونوا على هذا الشكل هذا كيتمنطاو في الحيط وكيجيو محلولين كما كتلاحظوا والبلاصه ديال دريسينغ ميك اب يعني فين كتعمل المكياج كريم عارف داكشي ديال كامل كيكون يعني تابع لهذا البيت هذا على هذا الشكل
هذا فقط ديزاين المحلات اللي كيكونوا يعني لهذا الشكل، كيبينوا لهم يعني كيوريوهم افكار حتى هما. شوفوا الشكل اللي عملوا الفوق، وهادو اللي ديجا وريتهم لكم شوفوا كيفاش عدلوهم. هادو اللي عجبوني بزاف وعلقوهم على هاد الشكل، جاو فنين. وكيف ما وريتكم بلاصة ديال الخياطة اللي ممكن أنها تدي فكرة من البلاصة، كذلك كاين البلاصة الرجال. شوفوا كخياط يعني دريال ديال الرجال، شوفوا الطريقة هو اللي عاملينه به، وبلاصة فين ممكن أنه يفصل عاملينها على هذا الشكل، هذا مربعة وهنا كاين المجورة دياله. هاد البلاصه هادي اللي فيها فين كيعلق تراخيات كما كتشوفوا هنايا، لفيست، الصبابط باش كيقيسوا، السراوي جاوا على هاد الشكل هنايا. يعني شنو نقول لكم، كلشي كيعطيوه يعني كيعطيوه حقه، كلشي كيعطيوه وقته. شوفوا وهادي جات كواجهه المحل زعما، فيها هاد المانكا هادي كما كتلاحظوا هنا. يا سلام، وهنا الكرسي فين كتقدر تجلس. هادي البلاصه الجديده اللي عملت ايكيا، البلاصه ديال العيال الصغار اللي كيتباعوا فيهم الحاجات ديال العيال الصغار. شوفوا شوفوا شحال فنيون هاد الشيء، شوفوا الضوء. شوفوا هنايا كيفاش عاملين، شوفوا شحال فنا يعني ديك الشيء غزال. هنا فقط غير هادو البلاصه فين كيتباعوا هاد النونوسات ديال ايكيا شكل. لاحظوا ولا الوسط ديالو. وهذه بلاصه اخرى عاوتاني ديال العيال، شوفوا اللي كيتباعوا فيها عاوتاني اللعاب. شوفوا شحال فنيونه اللعاب اللي كيتباعوا هنا، هما هادو كيلعبوا بهم. هادو الكوزينات والماتريال ديالهم ديال العيال اللي كيجيو على هاد الشكل. هما اغلبيه يعني هاد الاشكال بحال هكا وديك الشيء كيتباع كيشريوهم بزاف المدارس، يعني مثلا بحال الراود بحال هكاك، يعني النيرسري هنايا كيحتاجوا هاد الاشياء بحال هكا باش كيكونوا عندهم باش العيال كيجبروا فين يلعبوا. دونك هادو اغلبيتهم يعني كيعطيو افكار لديك الشيء بحال هكا، مثلا بحال هادي، يعني اشياء بحال هكا يعني كيعطوهم افكار. وهادو المريوات ديال البيوت النعاس ديال العيال الصغار، شوفوا افكار اللي كيعطيو فيهم. حتى هو كيتشرى الكادر وكتفصلو كيما بغيتي، سواء بغيتي تعمل المجوره طالعين حتى الفوق، بغيتي تعمل على مثلا هاد الشكل، بغيتي تعمل واحد صغير، بغيتي تعمل واحد كبير، يعني ما بين وبين. كاينه مثلا هاد الشكل هذا اللي كيتفتح على هاد الطريقه هذه باش كيتعلقوا الحوايج هنا، ونفس الوقت كاينه فيه مجر وهنا فين كيتحطوا الحاجات، وعاد كتعمل هنايا الحويجات وداكشي اللي كتطوي وكتعملهم هنايا. هنايا فين كيكونوا السوكس ومهم تقاشر وداكشي الاخر. والالوان ديال البيبان هما هادو اللي هنايا،
حسب اللون اللي انت بغيتي باش كتعمل بالشكل اللي انت حبيتي بالنسبه للبيت ديال وليداتكم. هادو حتى هما الطابلات ديال العيال كما كتلاحظوهم كيتفتحوا على هذا الشكل باش كيخبعوا هنايا الحاجات ديالو، وهنايا كيبقاو يكتبوا داكشي وبالكريسي ديالها كيجي على هذا الشكل صغير. وهنايا هاد الكريسيات عاوتاني ديال بيوت نعاس العيال، شوفوا شحال فنين. وهذا حتى هو بيت من بيوت ديال العيال صغار كما كتلاحظوا، كاينه كامل فوق تحت منا البيرو عندها الدريجات وفيها نفس الوقت ماريو، وهنايا عندها كاينه كامل صغيره. وهادو الماريوات ديال البيت كما كتلاحظوا هنا، شوفوا غير بالكواغط عملوا هاد الباطو بحال هكا وعلقوهم في الحيوط وعطاو منظر، شوفوا على منظر. وهادو اللي كيتباعوا عندهم هما ديجا كيكونوا عندهم فقط غير بويض، وهما عملوا لهم ستيكر اللي كيجي بالالوان باش عطى لمسه للبيت لهذا الشكل. وحتى من الكاغيط الحيط يعني كاغيط غزال جنبدل يعني بزاف، ويعني بيت ديال الوليدات 100% يعني هذا يعني واحد المسألة مفروغ من أنه بيت ديال الولاد. شوف شوفوا هاد الكونة ديال العيال شحال فنة، أنا حمقتني الصراحة، مدخلين فيها البيض مع هاد اللون هذا اللوح، وفيها المجيار من تحتي وكبيرة يعني ماشي صغيرة، عندها هاد البلاصة هادي فين كتبدل البيبي والمجيرات ديالها، وهاد البلاصة فين كتقدر تعمل منظمات وتجمع فيها الحاجات. شوفوا الحيط اللي عملو في الكريز، زادوا عليه هاد اللوح هذا فقط غير اللوح في البيض، وكيتلصق في الحيط على الشكل ديال السحابة، جا غزال صراحه كيحمق. هنا حطوا هذا البيت هذا على شكل حيط اخر، عطاه لمسه اخرى. شوفوا شوفوا الحيط هذا كاريت ديال الحيط غزال كيحمق، هذا الكاريت عجبني بزاف. شوفوا يعني البيت جا مبدل، وحتى اللوح ديال الكونه يعني مبدل، هذا جا ابيض ماشي من داك النوع ديال اللوح الاخر. وتا هذا بيت ديال البيبي، شوفوا الكاغيط، انا حمقوني على الكواغط اللي عاملين في الحيوط صراحه. الكاغيط شوفوا شوفوا شحال غزال. سوري شوفوا هادو الحاجات اللي كتستعمل الوليدات، شوفوا كتعلق لهم هاد اللوحه بسميه ديالهم، كيعلقوا فيها الرفيطات ديالهم التصاور ديالهم حتى هما. من الحاجات اللي عجبوني بزاف وبغيت نبارطاجيهم معكم وهما الشكل اللي حط ايكيا هاد المره هذه على شكل تقليدي في هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، الطباصل على هذا الشكل، هذا الطبسل الكبير اللي جا طويل بحال هيدا فنيون وزواقه ديالو تقليديه، وهذه الزلافه الكبيره اللي كنعملوا فيها لا سلاد ولا سوب ولا شي حاجه بحال هيدا، وكاينه زليفات اللي جاوا بحال هادو
جاو لاغام يعني مكموله، وهادو اللي كتعمل فيهم البيض بحال هيدا يعني غزالين. لاغام فنه ديال هاد شكل تقليدي. وهذه شوفوا لا فراقه شحال فنيونه، شوفوا شحال جات غزاله على شكل ورده فنه صراحه. ما صبرت شوف تحتها، راه كانت غير في الكاخه مشدوده وما عرفتش الصراحه كيفاش عامله، وجات فيها حتى هي الكحل تمشي اسورتي مع هادو، تجي فنه. وهذا حتى هو البراد ديالو كيمشي لاغام مع هذاك الشكل اللي وريتكم ديال ديك القشيعات اللي دخل على شكل تقليدي. شوفوا الزواقه كيفاش عامله، تعرفوها بان تقليديه. واقيلا ايكيا عرفت رمضان قرب وبدات بدات كتحنشنا باش نشريو هاد الشكيلات. شوفوا فنين والله العظيم. لا صافي كمل النفسينيه، صافي غير مي كمل النفسينيه عرفت راه هو قلنا رمضان وصل قرب جمعوا راسكم. شوفوا لا سينيه شحال فنه تقليديه. شوفوا هذه الصغيره ديالها فنين صراحه، وحتى الماتريال ديالهم صحيح هايله. ما عندك ما يكفالو، غير باش نوضح ثمن السواني راه هما كيمشيو جوجات مع بعضياتهم. يعني هاد جوج هادو اللي انا وريتكم راه كيمشيو مع بعضياتهم، واخا زواقات مختلفين هما عاملينهم هيداك. الثمن ديالهم هاد جوج هادو ب40 البوند. ودابا شفت هذا الرواق قلت خير الله واش نبارطاجيه معاكم ولا ما نبارطاجيهش معاكم. شوفوا جليج مغربي، شوفوا جليج المغربي عاملينه في الرواق. يلا ومن الافكار ايكيا اللي عجبوني بزاف هاد البلاصه هادي. شوفوا شحال فنه يكون مثلا شي قهوه شي مطعم ولا شي حاجه تكون عنده هاد البلاصه هادي،
عجبتني بزاف. بالنسبة للكاريت بالنسبة للحيط راه هو غير كاريت يعني ماشي حجر بالصح. عجبوني بزاف هاد لي كادر هادو اللي هما خاويين من الداخل وجاو عملوا فيهم هاد الطاجرة هادي اللي هي معروفة ديال إيكيا اللي هي قياس صغير يعني يا ربي كتهز هكا شي كيسان كتهز هكا القريعات صغار هاد لي بلون هكا صغار يعني فقط. شوفوا وهادي عملوا فيها هكا الكادغ كادغ وسط كادغ يعني شوفوا الشكل والبلون وعاملين فيها هاد لي كادغ صغار يعني ممكن انك تنوع تعمل اي حاجه اخرى. ممكن انك تعمل فقط غير لي طاجير هكا لي طاجير هكا يعني شي جويجات يعني وحده فوق وحده وتعمل شي حاجه الفوق يعني كاينين افكار عطا الله يعني ملي كيبداو لك الفكره كتقدر انت هذيك الفكره يعني تعمل بها افكار اخرين يعني شنقول لكم عجبتني بزاف بزاف بزاف. وبالنسبه لهادو البنات بغيت نشاركهم معكم لان عجبوني حتى هما جاوا من شكل تقليدي. شوفوا حمالات ديال الشموع اللي هما هاد الشميعات هادو الطبيبرين على هاد الشكل كتعمل فيها شميعه وكتشعل وكتعطي واحد المنظر رائع الصراحه. هادو الثمن ديالو معاملين لهم 3.50 بوند. وكاينه هادي اللي جات كبيره على هاد الشكل هذا كتجي فيها الشمعه كبيره من الداخل بحال هيدا كتحتها عند البيبه الجديده ديالها فيها هيدا الزويقه ديالها جات تقليديه حتى هي نفس الزواقه الاخرين كما كتلاحظوا غير هادي زواقه الكبيره وهذه الصغيره يعني مخرزه صغير وهذه مخرزه كبير. وبالنسبه للثمن ديالها 35 بوند. بالنسبه للون فقط كاينه غير النقري والحديد ديالها راه هو صحيح 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 الصراحه تستاهل ثمنها. حاجه اللي عجبتني هي هادو اللي اول مره الصراحه يعملوهم ايكيا اللي كيجيو محطوطين عليهم هاد الكيسان هاد الكيسان هادو التشميعات باش كتبقى الشميعه يعني في بلاصتها وكتعطي منظر افضل كما كتلاحظوها دابا هنايا يعني ماشي هي محطوطه بوحديتها. نوريكم الفرق يعني محطوطه هكا ماشي هي محطوطه هنايا جات فنه صراحه عجبتني الفكره غزاله وال يعني الطريقه مزيانه كنشوف واش هذه كتغطي الشمعه ولكن ما كتغطيهاش. المهم فكره عجبتني بزاف يعني هادو اول مره نشوفهم مع الايكيا لان عاد عملوهم جدادين.